السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبيبي؟ عاملين ايه؟ هنعمل النهاردة مع بعض فطاير محشية ان شاء الله. الوصفة دي هتعجبكم جدا، وكمان هتستفيدوا منها كتير، وتعملوها دوما لأولادكم في المدارس، وتنفع كمان للفطار والعشاء. نبتدي مع بعض كده بالمقادير. معايا نص كوب سكر، يكون سكر ناعم ويكون ابيض. معايا 2 كوب حليب، ولازم يكون الحليب دافي مدفية لكن مش سخن. نفس معيار السكر ونفس معيار اللبن، نفس معيار الدقيق. الكوب اللي هتستخدميه في اي معيار يفضل معاكي في الوصفة دي. معايا 2 بيض بدرجة حرارة الغرفة. معايا هنا 3 معالق زبدة في درجة حرارة الغرفة، مش مجمدة ومش اللي هي السايبة السايحة. معايا هنا 2 معالق ملح صغيرة، وكمان معلقة كبيرة خميرة فورية. معايا هنا حوالي 6 كوب دقيق، على حسب نوع الدقيق معاكي، ممكن تحتاجي اكتر من كده او اقل، على حسب ما نلاقي العجينة اتمسكت معانا. نبدأ كده مع بعض. بسم الله. هنضيف السكر في بولة، ومعاه 2 كوب حليب دافي، بعد كده هحط معانا الخميرة. هنضربهم كده مع بعض بالمضرب اليدوي لغاية ما السكر يدوب والخميرة. ما بنحتاجش في الوصفة دي اي مضرب كهربائي، هي وصفة بسيطة جدا. يلا كده، وانتوا بتتابعوني لو لسه ما عملتوش اشتراك انزلوا تحت، هتلاقوا كلمة اشتراك باللون الاحمر، اضغطوا عليها وفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد انا بنزله، واكتبولي رأيكم في التعليق. بجد الوصفة دي هتحبوها جدا جدا، وممكن تعتمدوا العجينة ديت في جميع الفطاير اللي ممكن تستخدموها، او ممكن يعني تحشوها بأي حشوة تانية. بعد كده بسيبها 5 دقايق، بتكون الخميرة بدأت تتفاعل مع السكر. هبتدي انزل بالبيضتين وبقلبهم كده مع اللبن والسكر والخميرة، وكمان 2 معالق الملح الصغيرة، وبستمر في التقليب لغاية ما البيض يتجانس مع المكونات السائلة دي. تمام كده، حابة كمان اقولكم ان الوصفة دي مش بتاخد تخمير جديد، تخمير كتير، نص ساعة بس تخمير. كده اتأكدت ان خلاص البيض والسكر والخميرة دابوا مع اللبن. هبتدي انزل بقى بالدقيق، بنزل بالدقيق تدريجي كده، كوباية بكوباية، على حسب نوع الدقيق معايا. هيكون يعني في دقيق بيكون مثلا بيقبل المية، في دقيق ما بيقبلش كده، تمام. ونوع هي افضل انواع الدقيق اللي انا بستخدمها الضحى والكوثر. الضحى عامة في اللي هي الكيك واللي هي الحلويات يعني، انما الكوثر بستخدمه دايما في المعجنات، في البيتزا.
شاء الله نعمل لكم وصفات كتيرة، عشان خلاص المدارس على خلاص بقت خلاص داخلين على المدارس، وطبعا كلنا بنتلبخ وعايزين اي حاجة للاولاد ياخدوها معاهم. بحط كده الدقيق واحدة واحدة، بعد كده انا هستغنى عن المضرب ده خالص وهستخدم ايدي. عامة انا في الوصفة دي احتجت 6 كوبايات دقيق، هبتدي هنا اوقف بقى المضرب واستخدم ايدي. هنا زي ما احنا بنقول كده بالبلدي بنلت العجين، نحاول ان الدقيق كده يدخل ويشرب المية دي، وما بتحتاجش عجن كتير، يا دوبك العجينة تلم معاكي وتكون ناعمة. هنزل كمان بباقي كمية الدقيق اللي معايا، لو حابة ان انت اول ما تجربي على مثلا كمية قليلة ممكن تقسمي المكونات ديت وتعمليها بالنص. بس اوعدك والله مش هتندمي لو جربت الوصفة ديت على ضمانتي، جربوها. هنا ببتدي ان انا اعجن، حاول ان الدقيق يدخل في كل العجين. بتعرفي ان العجينة خلاص ما عادتش محتاجة اي دقيق لما بتلاقيها فصلت من الطبق وشربت كل الدقيق اللي حوالي اللي في الاجناب دوت، شايفين كده معايا كده؟ خلاص العجينة ما عادتش محتاجة اي دقيق، خدت ال6 كوبايات. بعجن كده كويس لغاية ما العجينة تنعم معايا وتكون طرية وحلوة. هنزل بعد كده بقى بالزبدة، معانا هنا 3 معالق زبدة، زي ما انتوا شايفين كده الزبدة اللي هي في درجة حرارة الغرفة، مش اللي هي سايبة زي الزيت ولا اللي هي جامدة متلجة من التلاجة. ببتدي ان انا بقى اعجن العجينة تاني مع الزبدة، والزبدة لازم نضيفها في الاخر. نحاول بقى ان احنا نخلي العجينة تشرب كده الزبدة دي كلها. الفطاير دي بتكون قطنية جدا وهشة من جوه ومش مكتومة، بتكون حلوة قوي 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 زي الفطاير اللي احنا بنشتريها من المخبز، واحلى كمان والله، وكمان حاجة بيتي على ضمانتك. حابة اقولك كمان ان لما بتعجني بايدك كده بتحس براحة نفسية، جربي كده لو انت متضايقة قومي اعجني اي عجين. هنا خلاص انا بتأكد ان العجينة شربت كل الزبدة زي ما انتوا شايفين كده، خلاص بمسح العجينة بتاعت الطبق وبتأكد ان مفيش لسه زبدة مش العجينة شربتها. زي ما انتوا شايفين كده معايا العجينة بدأت تنعم، العجينة بيكون معانا متماسكة، مش اللي هي طرية قوي قوي ولا اللي هي جامدة قوي قوي، بتكون طرية كده حلوة متماسكة. بعد كده انا بسيبها بغلفها بالستريتش راب وبسيبها تخمر نص ساعة، واحاول ان انا ما سيبهاش تخمر كتير، هي فقط نص ساعة. بعد كده احنا بقى هنجهز الحشو. الحشو بقى اي نوع انت بتختاريه، سواء جبن مشكلة، سواء اي حاجة، اي حاجة انت تحبيها، شوكولاتة نوتيلا، مربى، اي نوع، اي حشوة انت حباها، ممكن تعمليها بالبيف، ممكن تعمليها باي حاجة، اي حاجة انت حباها، جبن مشكلة، براحتك، ده شيء يرجع لك.
بعد كده انا بنزل كل الهواء اللي فيها وببدأ ان انا اقطعها كده كور متساوية الحجم. هنا الكمية دي طلعت لي اكتر من 21 فطيرة. لو انتي حابة تكبريها شوية براحتك، بس هي لما بتكون متوسطة الحجم كده وصغيرة بتكون جميلة جدا في الشكل. ببدأ هنا كده اقسمهم متساويين. دي شكل الفطاير بعد ما احنا كورناهم. بجيب بقى الصينية اللي هسوي فيها اي صينية انت تحبيها، بدهنها كده بالزبدة، وممكن تستغني عن الزبدة، ممكن تحط ورق الورق اللي هو الزبدة وتدهنيه بس بالفرشة كده شوية زيت خفيف خالص وترصي فوقها الفطاير. بس انا ما كانش متاحة عندي ورق الزبدة فعملت حل بديل، يعني بجيب هنا رشة دقيق كده وبجيب كورة من الكور ببدأ ان انا افردها بالنشابة، بفردها بشكل طولي ان هي تكون بالطول معايا، واحاول اتأكد ان السمك واحد مفيش زيادة، يعني تكون متساوية وانا بفردها. وكمان يكون كل طرف من هنا نفس الطرف من هنا عشان وقت القفل يقفلوا مع بعض كويس ويدوك الشكل اللي انت حباه في الاخر. بعد كده انا زي ما قلت لكم بكون مجهزه بقى حشوات. انا هنا عملت ميكس جبن كده مع فلفل اخضر، هنا في البيت بيحبوها كده. وزي ما قلت لك ممكن تحشيها بالنوتيلا، ممكن تحشيها مربى، ممكن تحشيها بالبيف. بعد كده برصها في الصينيه واحاول ان انا ابعدهم عن بعض عشان لما بيخمروا تاني حجمهم بيزيد فما يلزقوش في بعض ويكون شكلهم مش كويس وقت التسوية. هعمل معاكم كمان، ببدأ ان انا كده افردها بالنشابة بالطول ومقساش على طرف واسيب الطرف التاني، لازم أن يكونوا بسمك واحد. واحاول برضو اتأكد ان الاجناب زي بعضها، الاطراف دي زي بعضها في الفرد نفسه. بعد كده هحشي هنا كده بالمربى، اي نوع مربى انت تحبيه. زي ما قلت لكم انتوا ممكن تطلعوا افكار في الحشوة احسن مني كمان. بفرد كده كمان واحدة، ونتأكد ان احنا بنحط الحشوة، ان احنا بنحط الحشوة في الطرف ما نحطهاش في النص عشان اما نيجي نلف وبنجيب الاطراف كده على بعضها ونضمها من الجنب عشان تطلع الشكل ده معانا. كده تمام برصها وبسيبها كمان تخمر نص ساعة كمان. بعد ما بخلص كل الكمية اللي معايا بتسيبيها تخمر نص ساعة. زي ما انتوا شايفين كده بجيب الاطراف على بعضها وبلم العجينة تديني الشكل دوت. بعد كده خلصت كل الكمية دي بسيبها تخمر نص ساعة، بكون مشغلة الفرن على درجة حرارة 180. هنا بقى بجيب صفار بيضة مع معلقة لبن مع رشة فانيليا وبضربهم مع بعض وادهن بيهم العجينة. ولو انتي حابة ان انتي ترشي سمسم على الوش او حبة البركة ده شيء يرجعلك. بتدخليها الفرن على درجة حرارة 180، تشغل النار من تحت
لمدة ربع ساعة، وبعد ما بتتأكدي ان هي خدت لون من تحت بتطفي الفرن من تحت وتشغلي الشواية من فوق تاخد لون معاكي وبتطلعيها. بعد ما بتطلعيها بتغطيها بفوطة المطبخ عشان تدي الشكل اللي هو ان يكون اللمعة اللي فوق ديت يعني اي مخبزات اي مخبوزات او اي معجنات لازم تغطيها بعد ما تطلع من الفرن، هتطلع معاكي بالشكل الحلو اللي انتوا شايفينه واللمعة دي. ولا بنرش مية ولا سكر ولا اي حاجة، بس كده يا دوبك بنسيبها بقى بعدها تبرد وبعدين بناكلها، وبتبقى جميلة جدا زي ما انتوا شايفين مورقة وحلوة قوي من جوه. دوسوا بقى لايك والسلام عليكم.